السلام عليك رحمين يا رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد، أنا جئت من روسيا خاصة من قومي، يعني قليل منكم يعرف عن هذا المكان. المهم، اليوم كنت أريد أن أتحدث عن رأيي في مركز فاجر، فأنا أرى هذا المركز من أروع المراكز التي عرفتها في مصر، وكلما تجد مكانا للدراسة فيه نظام. أما هذا المركز فهو أهم ما يتميز به أولا النظام في الوقت والإدارة والامتحانات، ثانيا التعبير الشفوي مع الطلاب. فالمدرس لا يقتصر على القواعد والقراءة فقط، وإنما يحرص على التحاور مع الطلاب. ثالثا، إن هذا المركز من أفضل الوسائل التي تساعدك على تعلم اللغة العربية وإتقانها قراءة وكتابة وسماعا وحديثا. فأنا دائما أنصح وسوف أنصح الطلاب الذين يأتون إلى مصر بالدراسة في مركز فجر لأسباب متعددة ذكرت القليل منها سابقا. وأخيرا فأنا أهنئكم أيها الإخوة والأخوات باختياركم هذا المركز الذي يقبل بيديه المبسوطتين والابتسامة المشرقة الطلاب من البلاد المختلفة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.